بسم الله الرحمن الرحيم. معكم المستشار رضوان غيلان نائب دائرة 4. في إطار التواصل المستمر ديال حزب الاستقلال الجماعي ديال كزنايا، كنحاولوا دائما بحكم انني المخاطب ديال الاخوان ديالي في جماعة ديال كزنايا والتواصل مع الساكنه في اطار هذه الحمله هذه، هي نحاولوا ما امكن نوضحوا للساكنه ان حزب الاستقلال في هذه المرحله هذه هي ان شاء الله اللي هو كيتقدم فيها الجماعة ديال كزنايا، واللي هي في الحقيقه جماعه اللي تستاهل الافضل والاحسن. كنحاولوا ما امكن نتواصلوا معهم ونتقربوا لهم يوميا في هذا الاطار. هذا هو النقاش ديالنا بالخصوص، سيكون على برنامج خصوصا بعد التساؤلات ديال الساكنين اللي كتكون خصوصا في بعض المواقع ديال التواصل الاجتماعي، اللي كتسائل خصوصا على قضيه ديال برنامج ديال الحزب، ما هو الجديد هذا الحزب، من سيكون الرئيس ديال المنطقه. يعني هناك بعض التساؤلات التي يعني من حق المواطن انه يتناقش في هذا الموضوع. حنا كحزب الاستقلال يعني ممكن بصراحه اننا البرنامج ديالنا برنامج واضح، وهو يعني في حقيقه يعني هدف ديال الساكنه بالخصوص. يعني نتحدثوا على البنيه التحتيه، نتحدثوا على المرافق العموميه، نتحدثوا على الملاعب، على الاسواق، على الفضاءات يعني الغابويه، على يعني نقول الفضاءات البحريه خصوصا اللي قزنا يعني كتوفر على واجهه ديال المحيط الاطلسي، وكذلك على المنطقه الصناعيه والمنطقه الحره اللي في الحقيقه دائما كان الاخوان ديالي في الحزب كيتحدثوا عبر مراحل هذه المرحله ديال الحمله الانتخابيه، اللي كانوا دائما كيوصلون للساكنه ان كزنايا تتوفر على منطقه صناعيه ومنطقه حره، والجماعه لا تستفيد من هذا يعني الساكنه لا تستفيد من هذه المنطقه بالنسبه المطلوبه، خصوصا يعني تشغيل توفير يعني استثمارات بالنسبه للسكان في المنطقه الصناعيه والمنطقه الحره، خصوصا ان بعض الاحزاب التي تتحدث عن هذه المعلومه ديال المنطقه الصناعيه والمنطقه الحره، وهي كانت يعني في هذه المرحله هذه، يعني احنا من حق كل واحد ومن حق كل حزب انه يعني يعطي برنامج ديالو والبرنامج يكون واضح. حنا كنعرفوا ان بعض الاحزاب واللي خصوصا يعني بعض الاحزاب لها برنامج مسطر ليس كلام. حزب الاستقلال حاليا في كزنايا اللي هو يعني عطى الشباب اللي فيه يعني خصوصا في هذه المرحله هذه الرياده في اخذ القرارات في الجماعه، خصوصا في الطريقه التي ممكن يشتغل عليها، برنامج الذي تم اعداده في طاوله مستديره بين الاخوان وانا كذلك منهم، سي عبد الخالق مزياتي، محمد بولعايش، عبد ربه، سعيد البكدوري، وبعض الاخوان كذلك، اللي كان برنامج يعني مهم جدا للساكنه، والخصوص اعيد الذكر تشغيل المرافق، تهيئه كزنايا، تكمله برنامج تهيئه كزنايا يعني اللي ممكن تكون مثل طنجه الكبرى. قضيه ثانيه اللي هي قضيه التي تشغل الراي العام، كزنايا هي منطقه يعني جماعه مستقله غير تابعه لمدينه طنجه، وليس فيها يعني لائحه انتخابيه حتى نحدد من هو الرئيس. كزنايا في انتخابات فرديه، عند انتهاء انتخابات الفردية يعني اللي كيفوز في الدوائر هناك يتم تخطيط لمن هو الرئيس. طبيعة الحال الإخوان هناك كلام رائج في المنطقة، من هو الرئيس، فلان الرئيس، فلان الرئيس. هذا الإشكال اللي في حقيقة كيخلق واحد ظاهرة صحية يعني في الحديث عن حزب الاستقلال، من الذي سيأخذ الريادة، من حزب الاستقلال حاليا لم يجلس في الطاولة وتفاوض مع من هو الشخص الذي سيأخذ الرئاسة، إلا أننا نقول بكل وضوح حزب الاستقلال سيخلق المفاجأة بكزنايا بشبابه بنسائه وبجميع الأطياف التي تؤيد حزب الاستقلال في جامعة كزنايا. نتمنى من شباب المنطقة يعني التصويت على حزب الاستقلال، وكذلك الناس الغيورين على المنطقة والسكان ديال الجماعة ديال كزنايا من جميع الأطياف. يعني كزنايا تسع الجميع، ليس هناك يعني الوافد او القديم، سكان ارض الله تسع الجميع. اتمنى من الجميع يعني ان يؤيد حزب الاستقلال ويساند هذا الحزب في اخذ اغلبيه ان شاء الله بحول الله من اجل غد افضل وكزنايا افضل. الحاجه الوحيده اللي ممكن نخصم بها يعني في بالنسبه للجماعه ديال كزنايا ان الماضي
تم المسح ديالو. وهاد الشباب اللي متقدمين دابا حاليا بطبيعة الحال احنا ماشي ملائكة، ماشي كاملين نزلنا من السماء ملائكة، معنا الأشخاص الطيبين يعني حاولنا ما أمكن أن الأعضاء يعني اللي تم الترشيح ديالهم أنهم يكونوا كيتوفروا على جميع المقومات اللي يعني كتوفر المستشار، خصوصا أنك زنايا والإخوان عارفين أن بعض الدوائر لا يمكن لأي شخص عادي أنه ينزل في الدوائر هذيا. تم يعني بمشقة وعمل يعني عمل جبار ديال بعض الإخوان بدون ذكر الأسماء ديالهم، اللي في حقيقة عمل يومي يعني بدون مصارف مادية، يعني هناك متطلبات ديال الحزب وجميع الأحزاب. يعني تعلم أن زنايا ليست سهلة يعني خصوصا في الحملة الانتخابية والتغطية الدوائر تقريبا كاملين حزب الاستقلال اللي ممكن ما غطاش دائرة واحدة في التراب، دائرتين في تراب الجماعة اللي هو غطى 21 دائرة. ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن السكينة تضع الثقة ديالها في حزب الاستقلال من أجل غد أفضل ومنطقة أفضل، وشكرا.